السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. أكد حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم في بيان صادر عنه أن الحوار السياسي يعتبر الوسيلة الأمثل لإخراج البلاد مما سماها الأزمة متعددة الأبعاد التي قال إنها تعيشها، وأن أي حوار لا تشارك فيه مختلف القوى الوطنية يعتبر مرفوضا. جاء تأكيد حزب حاتم في بيان صادر عنه بمناسبة ذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطني، عبر فيه عن أمله في أن تكون ذكرى الاستقلال فرصة لاستخلاص العبر سعيا للنهوض بالدولة. يواصل الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز زيارته لولاية أدرار لليوم الثالث على التوالي، حيث وصل مساء أمس مدينة شنقيط التاريخية وزار مركزها الصحي وإحدى المدارس الابتدائية هناك، كما زار بعض القرى والمراكز الإدارية التابعة لولاية أدرار. تتواصل في العاصمة نواكشوط حملة للتوعية بحقوق المستهلك في مجال الاتصال منظمة من طرف الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك. وتقول الجمعية إنها تسعى من خلال هذه الحملة إلى رصد مظاهر خرق حقوق المستهلك، كما تبحث سبل وآليات الارتقاء بها ودور السلطات المعنية في هذا الإطار. انطلقت في العاصمة نواكشوط بطولة وطنية في مجال لعبة الشطرنج منظمة من طرف الاتحادية الوطنية للشطرنج، وتسعى هذه البطولة وفق المشاركين فيها إلى تطوير قدرات لاعبي الشطرنج في البلاد من أجل تأهيلهم إلى المشاركة في بعض البطولات الدولية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الثالثة. موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله.